الابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في سفر ايوب، نبدا في اصحاح 31. قلنا المجموعه دي من الاصحاحات عباره عن حديث لايوب لا يقاطع فيه الاصدقاء، يعني الاصدقاء توقفوا عند بلدد إصحاح 25. بعد كده أيوب بقى قاعد يحكي وهما مش قادرين يردوا عليه خلاص. هما التلاتة ردوا وردودهم ما كانتش مريحة ولا كانت مقنعة، فأيوب بقى إيه خد الكلام وخد في وشه كده إيه إصحاحات طويلة 26 27 28 29. ما زلنا في كلام أيوب وهو يشكي نفسه، وبرضه لا تخلو من تبرئة نفسه، انه دايما معتبر نفسه بار واحسن واحد وليه الحتة اللي ايه فيها مشكلة يعني. وصلنا لإصحاح 31. وان كان ربنا سمح لنا ان احنا نتعرف على يعني نظام هذا الانسان العظيم روحيا، يعني ايه؟ ساعات ربنا يكشف عن أسرار إنسان بالتجربة. قديس بولس الرسول لما حصلت شوكة في جسده مرض، ده كتب عنه في كورنثوس الثانية أسرار خاصة بيه ما كانش حد يعرفه، وفي الرسالة دي نتيجة الاضطهاد الشديد اللي عليه وكمان المرض بتاعه ابتدى يكشف لنا بقى تعب قد إيه والضرب قد إيه وحاولوا يقتلوه كم مرة ومتاعبه كانت شكلها ايه. كل الاسرار دي ما كانتش هيتحكي عنها لولا التجربة. كذلك ايوب شخص عظيم جدا روحيا، لولا التجربة ربنا سمح له يدافع عن نفسه ويكشف عن اسراره الروحية عشان تفضل مثل جميل لنا كل الاجيال انه ده شخص روحاني فعلا. فتعالوا نتفرج تاني على ايوب وحياته قبل التجربة وازاي كان بيوصفها وكلها تقوى. 31. عهدا قطعت لعيني فكيف أتطلع في عذراء. أيوب ما زال بيحكي عن نظام الروح، فبيقول لنا سر من أسراره أنه ما كانش بيسمح لعينيه أنها تبص بصة وحشة لأي بنت أو امرأة، لا يتطلع في عذراء. تاني بفكركم أيوب قبل شريعة موسى. طب شريعة موسى قالت لا تشتهي مال قريبك، لا تشتهي زوجته ولا بقى يعني مراته ولا بيته ولا حاجة من حاجته. ربنا يسوع رفع الوصية دي وقال من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. أيوب كان بيعمل اللي المسيح عاوزه قبل المسيح له المجد بحوالي 3800 سنة. ده معنى ايه؟ انه شخص مليان بالروح محافظ على سره مع ربنا، امين جدا في علاقته مع ربنا لدرجة انه بيعمل حاجة لسه مش معروف. يعني كان وقتها الزنا حاجة وحش، لكن النظرات دي محدش بيعلق عليها. جه ربنا يسوع ترقى بالوصية، كمل الوصية وقال مش كفاية ما تزنيش، سمعتم انه قيل للقدماء لا تزني اما انا فاقول لك من نظر، ودخلنا المستوى أرقى وأسمى في السلوك الإنساني. شوفوا بقى أيوب وصل للمستوى ده من بدري ومن غير ما يكون في ناموس عنده، بس ما قال عنه بولس الرسول الناموس الطبيعي، يعني ضميره بيقول له كده ما يصحش تبص. فهو عايش كده بيقول عهدا قطعت لعيني كيف أتطلع في عذراء، وما هي قسمة الله من فوق ونصيب القدير من الأعالي. يعني إيه؟ يعني ما أنا لو عملت كده نصيبي عند ربنا في الأعالي يروح عليا. هو أنت يا أيوب دريان إن جهادك على الأرض يديك نصيب في السماء؟ هو أنت عهد قديم ولا عهد جديد؟ قد كده أنت شايف اللي احنا شايفينه دلوقتي؟ فبيقول اسمة ربنا من فوق والنصيب اللي ليا فوق كان هيروح، فأنا ما اسمحش لعيني تبص بصة وحش. شوف الراجل ده اللي عاش زمان قوي في زمن الخطية ما كانتش خطية، لأنه بالنسبة لهم كان يعني قبل موسى يعني حتى الشريعة ما يعرفوهاش،
وماشي بالمستوى الأخلاقي ده. أمال إحنا أولاد العهد الجديد اللي خدنا روح الله واللي شفنا المسيح بقى في العهد الجديد والمثاليات بتاعته، مفروض نمشي إزاي؟ راجل حريص على نصيبه في الأعالي حتى في نظرة عينه، كل لحظة بيفكر ربنا بكرة نصيبي معاه إيه، كل تصرف بيعمله، كل فكرة، كل حاسة من الحواس مرتبطة بالأبدية. يقول ما هي قسمة الله من فوق، اسمتي يعني إيه، هيقسم لي إيه فوق لو أنا بصيت بصة وحشة، ونصيب القدير في من الأعلى. أليس البوار لعامل الشر والنكر لفاعل الإثم؟ معناها مش دايما اللي يعمل حاجة وحشة مصيره دايما حاجة وحشة؟ إذن هو مازال بيؤكد أنه فاهم ربنا صح، وعارف أن ربنا بيحب الحاجة الحلوة، النظافة، النقاوة، السمو في كل شيء، والحاجات الوحشة دي لازم نصيبها وحشة. أليس هو ينظر طرقي ويحصي جميع خطواتي؟ إذن أيوب عنده فضيلة أخرى، أنه شايف أن ربنا مراقبه طول الوقت، ومش مراقبه يعني بطريقة مزعجة، يعني كل شيء محسوب عند ربنا. يعني الآية دي تهمنا جدا، بيقول إيه؟ ربنا يحصي جميع خطواتي، كل خطوة بعملها ربنا باصص عليها، يا ترى ماشية صح ولا غلط. أليس هو ينظر طرقي؟ يبقى فكرة أن ربنا باصص عليا تاني بنأكد أيوب لم يتشكك في وجود الله وفي قدرة الله وصفاته رغم قسوة التجربة. إن كنت قد سلكت مع الكذب أو أسرعت رجلي إلى الغش، هيقول أنا لو كنت كذاب وغشاش واوا كنت أستاهل اللي جرالي، بس أنا مشكلتي إن أنا مش كده، أنا حافظت على عهدي مع ربنا لدرجة نظرة عيني كنت واخد بالي منها، فما زال صعبان عليه. وهينهي الإصحاح ده بسؤال إيه؟ طب أنا بقى عاوز اللي يحاكمني بقى، أنا عاوز أقف عشان أنا هثبت براءتي قدام أي محكمة. طبعا دي الحتة اللي بنقول عليها دايما إيه، رغم تقواه الشديدة برضه هو كان معجب بنفسه أو كان راضي على نفسه زيادة، فبعض الآباء قالوا يمكن من أجل الثغرة دي ربنا سمح له عشان يترقى تماما ويتنقى في السماء. لو كنت سلكت مع الكذب أو رجلي راحت في الغش، ليزني في ميزان الحق، يوزني في ميزانه، يعني شوف واحد بيقول له وزني، أنا قد الميزان، احسب علي الكلام واحسب علي الخطوات وشوف قد أنا ماشي صح، فيعرف الله كمالي. طب حدش فينا يقدر يقول كده؟ هو حد ياخدها ويقول دي الآية بتاعتي أنا؟ لا، أنت ما حدش فينا يقدر يقول الكلمة دي، لأنه إحنا كلنا في الموازين إلى فوق، يعني كلنا عارفين أن إحنا لو اتوزننا ما نوزنش، يعني ما نجيبش حاجة كويسة، كلنا خطايانا كتير. إن حادت خطواتي عن الطريق وذهب قلبي وراء عيني أو لصق عيب بكفي فالأزرع وغيري يأكل، يعني أستاهل اللي يجرالي في الحالة دي، لو أنا خطواتي ماشية برا السك ولا راح قلبي ورا عيني. بصوا التعبير ده دقيق جدا، ليه؟ كيف تتكون الشهوات؟ الشهوة تبدأ بالعين ثم تدخل للقلب، فاهمين المعنى؟ يعني العين الأول تعجبها حاجة، حواء أمنا الأولى لقت الثمرة شهية للنظر، بهجة للعيون، يبقى إيه اللي اتحرك في الأول؟ العين والنظر. قامت دخلت قلبها الحكاية، طب ما ناكل، هيحصل إيه يعني؟ ومعقولة الأكلة تموت؟ وابتدينا نفصل. فهنا أيوب بحكمة عالية بيقول لو قلبي مشي ورا عيني أستاهل اللي يجرالي. يا ما احنا السنة دي بما اننا قربنا على نهاية السنة قلبنا مشي ورا عينينا، يعني انت تشوفي حاجة تعجبك قلبك يتعلق بيها، يا ستي ما عندك منها تاني، وفي ناس كتيرة مش لاقي حاجة، روحي وزعي اللي عندك خدي بركة. لكن العين لا تمتلئ من النظر، تشبعش. فهنا بيقول لو ذهب قلبي وراء عيني او لصق عيب بكفي، يعني خدت قرش مش حلال، اي عيب يجي في كفي، طيب انا ازرع بقى يا رب وخلي اي حد يحصد، يعني استاهل اللي يجرال. وفروعي تستأصل، يعني الخراب يمشي ورايا لو انا عملت الغلط ده. ما زال بيوصف نفسه في فضيلته عشان يقول انا ما استاهلش اللي جرالي ده،
واللي حصل ده كتير قوي. إن غوى قلبي على امرأة أو كمنت على باب قريبي، يعني لو اشتهيت امرأة أو تجسست كده على باب القريب عشان أخطف مراته منه يعني، فلتطحن امرأتي لآخر، يعني إيه مراتي تروح في الحالة دي، ولينحني عليها آخرون إياه يحصد أيضا، لأن هذه رذيلة. قبل وصية لا تزني سمعنا أنه أيوب بيقول دي رذيلة، دي حاجة وحشة قوي، وهي يعرض للقضاء، يعني إيه دي خطية تستاهل حكم القاضي، لأنها نار تأكل حتى إلى الهلاك. التعبير ده قاله سفر الأمثال، قال اللي ياخد امرأة في حضنه أيأخذ الإنسان نارا في حضنه ولا تحترق ولا يحترق جسده، يعني شبه الحضن الغير نقي بعيدا عن الزواج، أي حضن غير نقي كأنك حضنت شعلة نار، أنت متوقع إيه؟ لازم هتتحرق، لازم، دي بداية جهنم خلاص. فهنا بيقولها بنفس الطريقة أيوب، يقول لأنها نار تأكل، الزنا نار بتاكل، تاكل في الإنسان وتاكل ممكن في عياله كمان. لما داود استحل هذه النار بالزنا، النار دخلت بيته، ولاده دفعوا ثمن غالي جدا. صحيح هم مش أبرياء عشان ما حدش يقول ربنا ظالم، هم كمان كان سلوكهم وحش، لكن ليه الواحد يدخل نار بيته يعني؟ نار تأكل حتى إلى الهلاك وتستأصل كل محصوله، يبقى الخير كله يروح لما الإنسان ينحرف في طريق الزنا. مش بس هو حريص على حواسه وحريص في علاقاته وحريص في كلامه وحريص حتى مع قلبه ألا ينجرف وراء عينيه، إنما الرجل ده كان حريص جدا في العطاء بسخاء، فيبتدي يتكلم عن موقفه من الفقر. فنتفرج على واحد إيه مثالي جدا تاني، قبل ما تكون في شريعة بتاعة إنك خلي بالك من الغريب والأرملة واليتيم والضيف، قبل ما تنزل الشريعة تقول كده، أيوب كان بيعمل كده، يقول إيه؟ إن كنت رفضت حق عبدي وأمتي في دعواهما علي، يعني مش ممكن عبد يجيله بدعوة أو بشكوى إلا ويتحقق منها، ما يستقلش بيه أبدا، ما يظلموش كمنه هو يعني راجل غني قوي وده موظف عنده، لا لازم ياخد حقه. فماذا كنت أصنع حين يقوم الله؟ لو أنا رفضت دعوة الإنسان، طب لما يقوم ربنا يحاسبني، طب ما هيرفض دعواي. يا أيوب الواحد يتعجب منك، أنت كأنك سمعت المسيح بيقول لا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم، هو المسيح قال كده في إنجيل لوقا، يعني ما تحاسبش حد، ما تقضيش على حد، ما تشتغلش قاضي لحد عشان ربنا ما يشتغلكش قاضي، وخليك رحيم بالناس عشان ربنا يبقى رحيم معاك. إذن أيوب فهم الكلام ده بالروح قبل أن تنزل الشريعة. ماذا كنت أصنع حين يقوم الله وإذا افتقد فبماذا أجيبه؟ كأنه متوقع أن ربنا يسأله عملت إيه مع فلان؟ تصوروا يا أحبائي لو كل واحد فينا يوميا يجي آخر اليوم كده يقعد مع ربنا يسوع يقول له إيه؟ عملت إيه مع فلان؟ بعت لك فلان، كلمته إزاي؟ قابلته إزاي؟ خدمته ولا لا؟ ابتسمت في وشه ولا لا؟ رحبت بيه ولا لا؟ سمعته ولا لا؟ ولا كروته ولا زعقت فيه ولا ظلمته ولا خدت حقه؟ عملت ايه في ولادي؟ فهنا بيقول اذا افتقد الله بماذا اجيبه، يعني انا لو ما سمعتش للعبد وللأمة، طب لو ربنا دور على حقهم مش هيبقى عندي جواب، هلاقي نفسي مش عارف ارد. اوليس صانعي في البطن صانعه؟ مش اللي خلقني خلقه؟ حتى الناس ساعات تقول الجملة دي، يعني ايه؟ هو اللي خلق الغني مش هو اللي خلق الفقير؟ وهي الناس اتولدت فقراء واغنياء؟ ما كله اتولد نفس الولادة. فالانسان لما يبص لكل البشر على انهم لحم ودم زيه، ليه يبقى فيه طبقية؟ ليه يبقى فيه تمييز؟ ليه نعامل الناس على اساس فلوسها او شهاداتها؟ فايوب مع انه غني جدا ويعتبر رئيس قبيلة وشخصية مهمة قوي، يقول أنا العبد والأمة عندي زي الغني، أسمع لدعوته لحسن أقف قدام ربنا لقي نفسي مش عارف أجاوب ربنا.
أوليس صانعي في البطن صانعه وقد صورنا واحد في الرحم؟ أيوب ضمنيا بيأكد أن الله هو خالق البشر وهو مصور الإنسان في بطن أمه، وبالتالي هو يؤمن بالخلق ويؤمن بأن كل البشرية دي طبيعة واحدة. إن كنت منعت المساكين عن مرادهم، يعني لو جالي مسكين نفسه في حاجة أنا لا يمكن أحوش عنه، أنا ممنعش مسكين عن مراده أبدا. أو أفنيت عيني الأرملة، يعني عين الأرملة اللي تبكي نفسها في حاجة لعيالها، أنا ما أفنيش عينيها أبدا، تصعب علي دموعها وأعمل لها اللي هي نفسها فيه عشان دي أرملة. يبقى بيتكلم عن الفقير والعبد والأمة والمسكين والأرملة، الناس دول كانوا شغلينه جدا. ده راجل بيزنس مان غني لكن دماغه مش في البيزنس، دماغه في نقاوة قلبه وعينيه ولسانه، ودماغه في عمل الخير. ده كأننا بنتكلم عن قديس من بتوع العهد الجديد. ومع هذا هو ده أيوب المجرب، أشهر من جرب في تاريخ البشرية. أو أكلت لقمتي وحدي، تصوروا الراجل ده، نفسي أخدها تدريب مش عارف أخدها، ما يأكلش لقمة لوحده. بمعنى إيه؟ إما كانش يكسر لقمته مع حد غلبان يعني يستحرم يأكل. يعني بيقول ده أنا ما فيش يوم أكلت لقمتي لوحدي. من له ثوبان، فاكرين يوحنا المعمدان قالها، من له طعام فليعطي من ليس له، ابتدى من له ثوبان فليعطي من ليس له، من له طعام فليفعل هكذا. يعني ايه؟ يعني اللي عنده أكلة قبل ما يأكل يفكر مين يأكل معاه من الغلابة مش من أهل بيته. فهنا بيقول ده أنا لو كنت أكلت لقمتي لوحدي فما أكل منها اليتيم، بل منذ صباي كبر عندي كأب. بصوا أيوب بقى كان غريب قوي، من طفولته كان ينظر للغلبان باحترام باحترام. مرة حصل كده يعني ايه زعلة كده في حوش الكنيسة، احد اخواتنا الخدام اللي بيخدموا في الكنيسة هنا، فجاله خادم كده بيقول له يا عم فلان، ام طفل بيقول له يا فلان باسمه. فأخونا الفراج ده صعب عليه، قال له مش شايف الخادم بتاعك الأستاذ بيقول لي يا عم فلان، أنت تناديني كده حفو خلاص؟ يعني ده راجل كبير وعيل صغير، يعني لمؤاخذة يعني أهله ما قالولوش يكلم الكبار إزاي، فقام بيناديه باسمه. إنما الخادم نفسه بيقول له يا عم فلان كاحترام. فهنا أيوب بيقول أنا من صغري كنت أبص للفقير أنه زي أبويا، فأعمل له هيبة وأعمل له اعتبار وأعمل له احترام. شوفوا تركيبة أيوب النقية، منذ صباي كبر عندي كأب، كبر عندي كأب ده على الغلبان، ومن بطن أمي هديت الأرملة. يعني إيه؟ كنت من بطن أمي وأنا مولود الأرملة دي حاجة غالية قوي، غالية عند ربنا تبقى غالية عندي، وحب ايه اديها هدية وجملها وبصلها كده بإكرام. ان كنت رأيته هالكا لعدم اللبس، يعني هو اللي عمال يقول ان 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 وهيدعي على نفسه بعد كده، فاهمين تركيبة الكلام؟ يعني لو انا قصرت في حق فقير استاهل كل اللي يحصل. ده واحد مدقق جدا ما عداش عليه فقير واتظلم ابدا، ولا واحد من الغلابة الا واهتم بيه تمام، وحتى الموضوع مش مادي، ده موضوع من جواه، يعني في احترام وإكرام حقيقي للناس دي. إن كنت رأيت هالكا لعدم اللبس، يعني لو واحد هيبرد لأنه هدومه قليلة، أو فقيرا بلا كسوة، إن لم تباركني حقواه وقد استدفأ بجزة غنمي، يعني أدبح له ذبيحة وأدي له الجزة إيه يدفى بيها، جزة اللي هي صوف الغنم والحاجات، عشان إيه؟ عشان أخد بركته، عشان يدعي لي، عشان انا مش عارف انام غير لما الراجل ده يتدفى. نقاوة قلب. ان كنت قد هدست يدي على اليتيم لما رأيت عوني في الباب، يعني ايه؟ لو انا بصيت لليتيم الغلبان وايه مديت ايدي بقسوة عليه، او تعاملت معاه باحتقار، اكمن انا عندي رجالتي عند الباب بتوعي، ده انا يحصل لي ويحصل، فلتسقط عضدي.
يبقى كل الان ان ان اللي قالها دي، يعني لو كنت غلطت في حق أرملة أو مسكين أو يتيم أو عبد أو أما أو فلتسقط عضدي من كتفي، يعني تقع إيدي من كتفي، ولتنكسر ذراعي من أصابته. تخيل واحد بيقول تتقطع إيدي لو ما عملتش الخير، ده احنا كل ايدينا هتتقطع كده. احنا ياما ناس ما اهتمناش بيها، ياما اتعرض علينا فرص خير ما ركزناش فيها، او تعاملنا معها كده بعدم يعني اعتبار. ده هو بيدور على الغلبان ياخد بركته، بيدور على الارمله يهتم بيها. فلتسقط عضدي من كتفي ولتنكسر ذراعي من قصبتها، لان البوار من الله رعب علي ومن جلاله لم استطع. يعني ايه؟ انا بخاف ربنا، انا ما اقدرش اقف قدام ربنا واتسال عن الناس دي، انا عايل هم الوقفه دي قوي، انا عارف ان ربنا بيحب الناس دي، فانا لازم اعمل لهم 100 اعتبار. اذن ايوب يمثل انسان تقي جدا، من داخله نقي، مهتم بعينه بكلامه بقلبه بكل حاجة بينه وبين ربنا، ومهتم جدا بصنع الخير. نكمل. ان كنت قد جعلت الذهب عمدتي، عمدتي يعني اعتمادي، يعني لو انا اتكلت على فلوسي، أو قلت للإبريز أنت متكلي، إن كنت عمال يقول إن تاني بيقول إن ليه؟ عشان هيكمل الجملة بعد شوية ويقول طب يحصل لي ويحصل لي ويحصل، فهو عاوز يرجع يقول بصراحة بقى اللي حصل لي ما عملوش تفسير، لأني لا أنا ظلمت فقير، ولا أنا بصيت بصة وحشة، ولا عمري مشيت في سكة كذب ولا زنة، ولا طب ليه يحصل لي كده بقى؟ فهو ما زال يتساءل ويدافع عن نفسه، ولكنه ضمنيا يكشف أسرار التدقيق اللي في حياته. فاكرين القاعدة اللي قالها القديس بولس؟ اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء. فضيلة التدقيق واضحة جدا في أيوب، شخص مدقق في كل حاجة، بيحسب كل خطوة كل كلمة كل تصرف كل علاقة، بيحسبها كويس عشان يبقى حكيم قدام ربنا. إن كنت قد جعلت الذهب عمدتي. تصوروا الطبيعي إن الغني يتكل على فلوس، بدليل إن ربنا يسوع له المجد قال ما أعصر دخول الأغنياء إلى ملكوت الله، ولما التلاميذ استاءوا من الكلام وصعب عليهم الأغنياء قال لهم ما أعصر دخول المتكلين على أموالهم. فمرة قال الأغنياء ومرة قال المتكلين، لأنها واحد، لأنه غالبا الأغنياء بيعملوا إيه؟ بيتكلوا على فلوس. انما ايوب رغم غناه الشديد كان واخد باله جدا انه ما يتكلش على فلوس، بدليل انه منتبه جدا لعمل الخير والفقراء والرحمه اكتر من البزنس بتاعه. فواضح انه رغم كل الغنى اللي عنده لم يتكل ابدا على ذهب وابريز. ان كنت قد فرحت اذ كسرت ثروتي. انت مستكتر تفرح ان الثروه زادت؟ تصوروا بيعتبرها خطية، ده كده بقت صعبة قوي. يعني لو جاله قرش زيادة وفرح بيه ضميره يتعبه، ازاي وازاي يفرح بحاجة زيادة؟ مش عاوز يفرح بفلوس، يجي الخير زي ما يجي لكن ده ما يفرحش. عشان كده يقولوا يعني اللي يقدر يقول ما بحبش الفلوس خالص لا يزعل عليها ولا يفرح بيها. كم واحد يقدر يقول انه وصل لدي؟ لا يفرح بفلوس ولا يزعل على فلوس خالص، يعني يتسرق زي ما يكسب. طب ده ما فيش حد وصل للدرجة دي. أيوب وصل ليها، يقول أنا ما بفرحش بالثروة. إن كنت قد فرحت إذ كثرت ثروتي ولأن يدي وجدت كثيرا، يعني لما إيدي تلاقي كتير وافرح أنا بالحكاية دي، ده أنا ضميري ما يرحمنيش. إن كنت قد نظرت إلى النور حين أضاء أو إلى القمر يسير بالبهاء وغوى قلبي سرا. يعني إيه؟ أصل وقتها كانت عبادة النجوم منتشرة، وفي نفس الوقت واحد غني قوي بيحس إنه واصل للسماء، بيحس إن الدنيا كلها ملكه. فاكرين نبوخذ نصر في سيرة دانيال؟ دانيال نبهه لأنه كان أقرب، كان واحد ليه، كان زي رئيس وزراء وكان صديقه، فقال له بعد ما شاف حلم كده قال له حاسب من الكبرياء،
لأنك أنت لو اتضربت بالكبرياء النعمة اللي أنت فيها تروح منك. نبوخذ نصر لسه ما كانش آمن بربنا ساعتها، فما خدش على كلام دانيال. فجاله يوم بيتمشى في القصر في بابل وقال مين اللي عمل العظمة دي كلها؟ أنا عملت كل ده. وهو بيقول أنا اللي عملت ده كله، جات له زي اللوسة عقلية، وبعض الآباء قال دخل شطان وبقى زي الحيوان الهايج، وطردوه طبعا من القصر، وعاش كذا سنة في الغابات لغاية ما ربنا نور عقله ورجع تاني، وساعتها آمن بربنا. فهنا بيحكي نفس الموقف، فبيقول لو أنا بصيت للسماء وزي إيه تعاليت على الله، أو اعتبرت نفسك مني عندي كل حاجة كأني مش محتاج إله السماء زي أغلب الملحدين اللي موجودين في العالم دلوقتي، يعني يقولوا إيه مش عاوزين ربنا في حاجة. مرة بحكي مع واحد صديقي في أمريكا كده، فبقول له هو ليه الإلحاد زاد في بلادكو كده؟ قال لي عشان انتوا لما الأتوبيس بتأخر بتقولوا يا رب، احنا ما عندناش أتوبيس اتأخر، مفيش حاجة اسمها كده. ولما تيجي تركن عربيتك تقول يا رب، مفيش حاجة اسمها ما تركنش عربيتك، ده انت ترفع قضية. فاحنا كل حاجة بناخدها بدراعنا. فطبيعي ربنا قال لي، يعني سكت كده قال لي ما عادش له لازمة. تصوروا بالنسبة للناس كأن ربنا ما عادش له لازمة. كويس ان احنا على قدنا في بلادنا، لكن يعني طبعا ده كبرياء من البشر. ان كنت نظرت الى النور حين اضاء، او الى القمر يسير بالبهاء، يعني ابص على الفلك وما اقولش المجد ليك يا رب، ده كان يتقطع لساني. يعني عاوز يقول انا يوم ما ارفع عيني للسماء لازم امجد ربنا، مهما كنت غني ومهما كان عندي، لا وانا ربنا انا عارف حجمي كويس. وغوى قلبي سرا، يعني بدل ما مجد ربنا اغواني قلبي، يعني حسيت ان انا كمان مش محتاجه، هو انا عندي كل حاجه. ولثم يدي فمي، يبدو الحركه دي دلوقتي الحركه دي كويسه لانها بتشكر ربنا، زمان يبدو تعني انا عندي كل حاجه مش محتاج حاجه من حد، فيقصد من غير ربنا يعني. فبيبوس ايده كانه بيبوس نفسه، يعني كأنه بيمجد نفسه، لأنه بعض الناس البسطاء يقول لك اللي بيعمل كده كأنه بيبوس إيد ربنا، عاوز يقول له المجد ليك يا رب، الشكر ليك يا رب، فبيبوس إيده عشان كمان يقبل يد الله على عطايان. لكن في وقتهم كانت يعني ربنا دركنه على جنبه، إيه بوس إيدك أنت كويس لوحد. فهذا أيضا اسم يعرض للقضاء، لو ده كان موقفي تبقى خطية واستاهل اتحكم عنها، لأني أكون قد جحدت الله من فوق. يبقى لا أصابه كبرياء حسب رأيه، ولا اتكل على فلوس، ولا ظلم إنسان مهما كان، ولا كذب في عمره، ولا اشتهى مال قريبه، ولا بصة وحشة، وحياته كلها خير وتقوى. فهو برضو معه حق، لأنه مع التجربة الشديدة قوي مش فاهم، صعبان عليه نفسه. إن لسه ده الإصحاح بتاع إن ده، افتكروا 31، يعني إيه هو بيدعي على نفسه لو غلط. إن كنت قد فرحت ببلية مبغضي، في زمان كان الانتقام طبيعة البشر، فكان اللي يكره بني آدم يتمنى له الشر، كان بدون ربنا بقى زمان الأخلاق كده، هو ما إيش ممكن يسمح لنفسه بكده. فيقول لو كنت فرحت ببلية مبغضية، يعني لو واحد بيكرهني حصلت له حاجة وحشة، أنا لو فرحت فيه ده أنا اتحرق من رأس رجلي، ما كانش يسمح لنفسه أبدا بالمشاعر دي. وتاني بقول ده كل ده قبل شريعة موسى مش شريعة المسيح لو المجد، يعني قبل ما يبقى معروف الصح إيه كمان. أو شمت حين أصابه سوء، يعني لو أنا شمتان في إنسان أو فرحان في إنسان أيا كان، ده تبقى خطية كبيرة أوي. بل لم أدعو حنكي يخطئ، يعني لا يمكن أسيب لساني ينطق كلمة زيادة. في طلب نفسه بلعنة، يعني مش ممكن أدعي على إنسان ولا ألعن إنسان مهما غلط فيه، كأنه سمع المسيح اللي بيقول باركوا لاعنيكم، وفي حتة تاني يقول باركوا ولا تلعنوا. إن كان أهل خيمتي لم يقولوا من يأتي بأحد لم يشبع من طعامه،
ده مربي عياله ان هم لما يقعدوا ياكلوا يقولوا مين يا ترى دلوقتي ممكن يكون ما عندوش اكل كفايه. هما بياكلوا لازم ده الموضوع اللي يشغله. شوفوا الناس كلها تقعد تاكل تجيب سيره الناس وتحكي في السياسه وتحكي في الموضه. دول لما يقعدوا ياكلوا اهم موضوع هو وعياله يفكروا فيه يا ترى مين دلوقتي ممكن ما يكونش عنده اكل. ده تربيه عظيمه جدا. فبيقول لو كان اهل خيمتي ما قالوش في يوم مين يجيب لنا حد مش شبعان. لا من ياتي باحد لم يشبع من طعامهم. غريب لم يبيت في الخارج. مش ممكن كنت اسيب واحد غريب يبات بره. كنت ادخله بيتي وضيفه. فتحت للمسافر ابوابي ان كنت قد كتمت كالناس ذنبي. بصوا دي فضيله اخرى تضاف الى فضائله. الراجل ده لو غلط ايوب الصديق لا يمكن يكتم خطيته. من جرأته يعترف بخطأه وما يكتمهاش ابدا. ضميره ما يسمحلوش انه يخبي خطيه. فيقول ان كنت قد كتمت كالناس ذنبي لاخفاء اسمي في حضني اذ رهبت جمهورا غفيرا. عاده الناس لما تغلط وتلاقي ناس كتير يغطي على غلطته ما يحبش يعترف قدام كل الناس دي يعني. فبيقول انا لو شفت الناس كلها وكنت غلطان ما لا يمكن اخبي. هقول ان انا غلطان ما يهمنيش كل الدنيا. وروعتني اهانة الاعشائر فكففت ولم اخرج من الباب. يعني ايه؟ كان ناس هنا على فكرة في احد الترجمات مثل ادم. لان مين اول واحد غطى على خطيته وخباها؟ ادم وحواء. لما عملوا العملة راحوا اتسطروا ورا ورقتين وما رضيوش يعترفوا بالخطيه. لولا لما ربنا فضل يحقق يعني. لكن قال له ادم اين انت؟ قال له سمعت صوتك فخشيت لاني عريان فاختبأت. قال له مين قال لك انك انت عريان؟ كلت من الشجره اللي قلت لك ما تاكلش منها؟ قال له الست اللي انت اديتها هي السبب. وما رضاش يقول انه ايه؟ ايوه كلت. كان المفروض اول ما يشوف ربنا يقول له انا غلطت يا رب، انا كسرت الوصيه. لكن ادم كتم الخطيه وخاف من المواجهة. أيوب هنا بيؤكد أنه ما عندوش دي. يقول تاني إن كنت قد كتمت كالناس ذنبي لإخفاء اسمي في حضني إذ رهبت جمهورا غفيرا وروعتني إهانة العشائر فكففت ولم أخرج من الباب. يعني إيه؟ قلت أنا مش قد المواجهة خلي خطيتي جواي. لا ده مش طبعي أنا واجه. يبقى الراجل ده من نقاوة قلبه ما كانش يستكتر يكشف خطيته ويعترف قدام كل الناس. من لي بمن يسمعني. خلصنا خلاص الايه الجزء الخاص بتاع بقولت لو كنت غلط كان يحصل لي ويحصل، انما انا كنت حريص ما غلطش ابدا. ايوب بيقول كده. فدلوقتي بيقول مين بقى يسمعني؟ من لي بمن يسمعني؟ هو ده امضائي. يعني ايه؟ يعني أنا بمضي على ورقة وبقول أنا عاوز أتحاكم. بصوا بقى الجسارة بتاعت أيوب. ده آخر كلام لأيوب خلاص. خلي بالكم إحنا أيوب هيخلص كلامه دلوقتي، هيبتدي واحد اسمه أليهو وبعديه ربنا هيتكلم، وبعدين أيوب يعتذر في آخر السفر. لكن ده آخر إيه عظة أيوب الضخمة الطويلة اللي عمال يشكي فيها ويمجد في روحه ويتكلم عن نفسه. فبيقول مين لي بمن يسمعني. الآية دي عاوز أطلع برا أيوب كده وأفكر معاكم. كام واحد ساعات يقول من لي بمن يسمعني؟ أحيانا إحنا في ضيقتنا، وضيقتنا دي ما تجيش حاجة جنب ضيقة أيوب، ساعات يصعب علينا كأن ربنا مش سامعني، فنقول من لي بمن يسمعني. يا أيوب ربنا سمعك وسمع كل كلمة وحاسس بيك وهيتكلم في الآخر على كل اللي انت قلته. لكن أيوب وهو صديق ونقي وقديس عظيم جدا جات له فترة حاسس أنه ربنا مش سمعني. دي بتبقى مرحلة صعبة على الإنسان التقي. ما يكون واحد بطبيعته قريب من ربنا ومتعود على الصلاة وبيحس أن ربنا بيسمع له أول بأول، وتيجي فترة كده زي الخط اتقطع بيبقى تعبان قوي لأنه متعود يسمع ربنا وربنا يسمعه. ففي المرحلة دي وهو حاسس بظلم عمال يقول له يا رب رد عليا حاكمني حاسبني قول لي حصل كده ليه.
طب قول لي عاوز مني ايه؟ وربنا لسه ساكت لانه في فوران جوه ايوب، فمش عاوز يرد غير لما يهت. لكن من لي بمن يسمعني؟ ده نداء عن ملايين من البشر. بيقولوا في الزمن ده الاحتياج الى الاستماع، كان زمان في علم النفس يقول الاحتياجات النفسية عند البشر احتياج الى الحب، احتياج الى الامان، احتياج الى تحقيق الذات، احتياج للحرية. النهاردة بقى الكتب الحديثة بتحط من اول الاحتياجات النفسية احتياج الى من يسمعنا، لان الدنيا بقت دوشة قوي وهيصة بزيادة وكلها الكترونيات. فدلوقتي تلاقي واحد كبير مثلا يقول لك انا محدش سمعني، حتى عيالي كل واحد بيجري في حاله، وتلاقي راجل عايش مع مراته بس ايه مراتي دي في حتة تاني، فمن لي بمن يسمعني؟ فده احتياج. وطبعا في الصلاة لو حاسس ان الخط مقطوع ده احساس صعب. من لي بمن يسمعني؟ هو ذا امضائي، يعني طبعا ده اسلوب ادبي، كأنه بيمضي على ورقة على طلب مفتوح، انا عاوزك يا رب ترد علي، اسمعني ورد علي زي زمان، انا موافق حتى لو حكمتني، حكمني وبمضي ان انا موافق على المحكمة. ليجيبني القدير، رد علي يا رب. ومن لي بشكوى كتبها خصمي؟ طب ليه خصم اسمه الشيطان كاتب علي شكوى؟ هات يا رب الشكوى نحقق فيها مع بعض. وفعلا هو طلع انه فاهم، لانه مين اللي اشتكى في اول السفر؟ اي الشيطان متغاظ منه لانه احسن واحد. فالشيطان دخل على قدام ربنا يقول له ايه يعني، ما هو انت مدي له كل حاجة. فربنا عشان يختبر ايوب وينقيه من الحتة اللي فاضلة دي، هو بيحبه جدا، سمح بالتجربة. من لي بشكوى كتبها قسمي كنت احملها على كتفي، يعني انا لو اثبتوا علي التهمة ده انا اشيل التهمة على كتفي، في حتة ثقة بالنفس زيادة شوي. كنت اعصبها تاجا لي، ده انا كنت احط التهمة دي لو التهمة ثابتة احطها في تاج فوق راسي. كنت اخبره بعدد خطواتي وادنو منه كشريف، يعني انا كنت اطلع نفسي براءة قدام اي حد. ان كانت ارضي قد صرخت علي، يعني حتى الارض كنت بيها رحيم. انتوا عارفين في فلاحين يستنزفوا الارض يستهلكوها، الارض ساعات تبقى عاوزة راحة كل كم سنة، المزارعين فاهمين كده، الفلاح الشاطر عارف ان الارض في طريقة كده انك يعني تستهلكها زيادة، كمان يستهلك انسان فوق طاقته. فهنا ايوب كان حنين حتى على الارض، يعني حنين على البشر وحتى الارض بحكم انه عنده اراضي. يعني يقول ان كانت ارضي صرخت علي وتباكت اتلامها جميعا، ان كنت قد اكلت غلتها بلا فضة او اطفأت انفس اصحابها، يعني لا يمكن اخد محصول ما دفعتش ثمنه، ده كل اللي بيشتغلوا عندي كانوا ايه عايشين ملوك، كل اللي كانوا بيزرعوا في الارض كانوا بياخدوا اكتر خير. لو عملت ده كله عوض الحنطة لينبت شوك وبدل الشعير زوان. هنا تيجي بقى جملة مهمة قوي، تمت اقوال ايوب، خلص كلام اخيرا، خلص كلام. طبعا كلامه حلو لانه مليان دروس، لكن لا يخلو من افتخار. يبقى احنا دلوقتي هنبتدي اصحاح 32، بس عاوز احكي لكم اللي حصل. اول اصحاحين حوار في السماء، ربنا بيبص على البشر شايف في واحد حلو قوي اسمه ايوب، الشيطان متغاظ منه فبيحسده، بيحسده على تقواه مش على غناه. ربنا سمح بتجربة ايوب من اجلنا عشان كلنا نتعلم الدروس، وعشان كمان يعلب ايوب في السماء اكتر من اي حد في زمن. وبعدين ايوب من اصحاح 3 بدأ يبكي ويشكي من كتر الوجع اللي دخل عليه. اصحابه تباروا في الدفاع عن الله، ما همهمش ايوب في وجعه قد ما همهم ايه يثبتوا انه ربنا بريء. طب هو حد محتاج يثبت ربنا بريء؟ فجاكم على الراجل بزيادة، لازم انت وحش عشان ربنا يعمل فيك كده. فايوب يردوا هم يردوا ويردوا هم يردوا، بعدين سكتوا لانه مش سامعهم ولانه بصراحة بيفهمهم اكثر منهم حكمة. فخد هو 6 اصحاحات لوحده عمال ايه ما بين يشكي وما بين يقول انا كويس ومحدش يقول علي وحش. خلص ايوب كلام، اتاري في واحد قاعد من اول اصحاح بقاله معانا دلوقتي مثلا 6 اشهر قاعد ساكت، ودي اول فضيلة تذكر للجدع اللي جايز اسمه اليهو ده.
أليه قاعد ساكت يسمع حوار أربع شيوخ أربع عواجيز مش راضين يخلصوا كلام، وعلى لسانه يتكلم ومش راضي يتكلم. ليه؟ احتراما للسن. شوفوا بقى القيمة الأولى دي أو الفضيلة الأولى. فنسمع أليه: كف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة أيوب لكونه بارا في عيني نفسه. اللي حصل انه ايه؟ الرجال الثلاثة دول بطلوا يتكلموا لانه هو شايف نفسه صح على طول. سكتوا، مش قادرين يردوا اكتر من كده، كل ما يردوا بيستفزوا فبيغلط اكتر. فحمى غضب أليه بن برخائيل البوزي من عشيرة رام. ده اول مرة يظهر في المشهد. حمى غضبه على أيوب لأنه حسب نفسه أبر من الله. أدي التشخيص بقى، الجملة دي مهمة أوي لأنها من مفاتيح فهم السفر كله. أيوب حسب نفسه أبر من الله، يعني إيه؟ يعني أيوب بيقول لربنا أنا صح وأنت غلط، اللي أنت عملته ده غلط، أنا ما يتعملش معايا كده لأن أنا طول حياتي صح. فطبعا دي فيها حتة ايه؟ لخبطة دي، حدش يقول لربنا كده. فهو رغم انه فعلا مجتهد في حاجات كتير، لكن حكاية النبار في عيني نفسه دي واضحة. وحمى غضبه على اصحاب ايوب الثلاثة لانهم لم يجدوا جوابا، ما قالوش كلام مريح ولا قالوا كلام مفيد كفاية، واستذنبوا ايوب. ودي اللي حكينا فيها كتير المرات اللي فاتت، لما قلنا اللي يعزي واحد مش وقت يطلعه غلطان. ما يكون واحد متحطم قدامك او متوجع لازم تثبت عليه انه وحش وهي ناقصه، ما هو اساسا ضميره بيقول له كده، واي مجرب بيلوم نفسه غالبا. فانت ليه بتستذنبه؟ لانه ده ممكن يبقى مراره لنفسه اكتر من المراره اللي هو فيها. اذا أليه انفجر بقى، فضل ساكت ساكت ساكت، وبعدين ما قدرش يسكت. اتغاظ من ايوب اللي عمال يدافع عن نفسه ويطلع نفسه دايما صح، واتغاظ من اصحابه الثلاثة لانه مش عارفين يقولوا كلام مقنع او مريح، ومستغلطين ايوب على طول الخط. وكان أليه قد صبر على ايوب بالكلام لانهم اكثر منه اياما. يعني ايه؟ اتاري أليه محترم السن ودول كبار كلهم عنه، فصابر على الحوار لغاية ما يخلص. فلما رأى أليه أنه لا جواب في أفواه الرجال الثلاثة حمى غضبه. طبعا حمى غضبه مش وقف يشتم، يعني هنا في غضب يا أحبائي مقبول من زاوية إيه؟ إنك تلاقي الكلام اللي بيتقال قصادك كلام مش مظبوط، فطبيعي لازم تغضب، بس اغضبه ولا تخطئه. يعني إيه؟ لما تتضايق من حاجة غلط، ده ربنا نفسه بيتضايق من الغلط، فدي مش خطية. لكن هتعمل ايه لما تتضايق؟ هو ده السؤال. هتشتم؟ خطية. هتزعق؟ خطية. لكن هتقول كلام حلو يصلح الموقف؟ تبقى شاطر، تبقى غضبت غضب غير باطل. لأن ربنا يسوع له المجد لما قال في الموعظة على الجبل على الغضب، قال من يغضب على أخيه ايه؟ باطلا. لأن ممكن تبقى في غضبة غير باطلة، بمعنى ايه؟ فلان ده بيغلط غلط فظيع، انت متغاظ متضايق بس مش منه، متضايق من الموقف من الشر، فممكن بحكمة تساعده يتصلح. فهو الراجل حمى غضب. فأجاب أليه ابن برخائيل البوزي وقال، بصوا بقى البداية الحكيمة بقى، لأنه ده أحكم واحد في الأربعة اللي فاتوا. أنا صغير، أول جملة دي تفتح الباب على طول. ليه؟ لأنه لو دخل شمال على طول قال له أيوب أنت غلط وأنتوا الثلاثة كلكم غلط وخد عندك، ما كانش حد هيسمعه طبعا. إنما هو بأدب شديد قال إيه؟ بصوا أنا صغير، أنا أصغر منكم. فهو بيعترف إنه بيتكلم من تحت لفوق مش من فوق لتحت. يعني أنا صغير في الأيام وأنتم شيوخ، لأجل ذلك خفت وخشيت أن أبدي لكم رأي. الأسلوب ده مع الصراحة اللي فيه أسلوب حكيم، لأنه يتسم بالتواضع والأدب الشديد. أنا خفت أتكلم، أنتوا ناس كبار وأنا صغير. قلت الأيام تتكلم
وكثرة السنين تظهر حكمة. قلت كده، قلت أكيد الكبار فاهمين أكتر مني. هو طبعا بعد ما يقدم المقدمة الشيك دي هيرجع يقول لهم طلعتوا ما بتفهموش، بس هو يقولها بالراحة من غير ما يوجع حد. لكن أنا قال أنا قلت السنين بتتكلم، فأنا صغير لازم أسمع حكمة السنين. ولكن في الناس روحا ونسمة القدير تعقلهم. الجملة دي مهمة أو الآية دي مهمة ليه؟ لأنه الحكمة المرتبطة بالسن فقط ممكن يساء استخدامها. ليس كل الشيوخ حكماء، ليس كل المعمرين ناس حكماء. الحكمة النازلة من فوق مرتبطة بالروح، بالروح القدس. فدي ممكن يبقى شباب عندهم حكمة من فوق. صحيح احنا نحترم حكمة الأيام، لكن ليس كل الشيوخ أو المسنين يعني عندهم حكمة حقيقية. الحكمة الأعلى بكتير دي حكمة روحية. الحكمة الروحية دي من روح الله. فهنا أليهو هيقول إيه؟ أنا هتكلم مش بخبرة سنين، هتكلم من الروح اللي جوايا. كأنه عاوز يقول أنا بتاع ربنا وبصلي، ولما صليت طول ما أنا سامع عمال أصلي 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 هقول بقى الروح القدس، أو هقول ربنا عاوز يقول إيه. وضحت الفكرة؟ أدي حكمة، أو ده درس مهم أوي. لما تلاقي حوار ساخن أرجوك صلي، عشان لو اتكلمت بدماغك هتسخن أكتر، لو اتكلمت بحكمة من فوق هتظبط الدنيا. فهو الراجل فضل ساكت وغالبا كان في وضع الصلاة، رغم انه مستفز من الكلام بس احترمهم لغاية ما خلصوا كلهم كلام، وبعدين بدأ يتكلم بحكمة لكن ليست من هذا العالم، ليست حكمة سنين. في الناس روحا ونسمة القدير تعقلهم، ليس الكثير الأيام حكماء. بيقول مش كتر، مش دايما الكبار حكماء، ولا الشيوخ دائما يفهمون الحق. لذلك قلت اسمعوني أنا أيضا. يبقى هنا في مازال مؤدب في الكلام، أنا صغير أنتوا ناس كبار، أنا سمعتكم للآخر، ممكن تسمعوني. اسمعوني أنا أيضا أبدي رأيي. يا سلام على الجمال. لأن في ناس لما تتكلم، لمؤاخذة المصريين بالذات، يقول لك أقطع دراعي. هي كده تقطع دراعك وتقطع رقبتك كمان. لا، هي مش كده. في ناس بتتكلم كأن معاها كل الحق وعارفة كل حاجة، مع أن أليهو هيقول كلام عاقل جدا ومظبوط جدا. سماه إيه؟ أبدي رأيي. أنا هقول رأيي. طبعا اللي بيكلم مع ناس ويقول أنا اسمعوني من فضلكم، أنا صغير أنتوا كبار، لكن أنا عاوز أقول رأيي، ده لازم الناس تسمع له، وده حكيم في دخلته. حتى ها أنا ده قد صبرت لكلامكم. برضو إيه؟ عنده منطق. أنا فضلت سامع طبعا بقاله كذا يوم بيسمع، فأنا صبرت لكل الكلام، أنا طالب بس ربع ساعة. فهو بيستأذن يتكلم محدش يقطعه، عشان بيقول لهم أنا صبرت على الكلام، وعاوز يقول كلام يغيظ، بس يعني صبرت لكلامكم. أصغيت إلى حججكم. أنتوا بتقولوا حجج. أيوب بيدافع عن نفسه تماما بحجج، وأنتوا قعدتوا تقولوا حجج مبنية على مبدأ أنه كل شرير لازم يعاقب في الدنيا. ماشي. حتى فحصتم الأقوال، يعني قاعدين حجة قصاد حجة في بعض كده، وأنا عمال أسمع. فتأملت فيكم. يبقى الراجل ده بيسمع كويس، بيتأمل، بيصلي في سره، بيحترم الكبار، بيبدأ بيعلن انه صغير، بيستأذن في الكلام، بيقول هبدي رأيي. كل دي صفات جميلة. تأملت. وإذ ليس من حج أيوب، يعني أقول لكم الحق، ولا واحد فيكم غلب أيوب في الكلام. حج من الحجج. حج يعني عرف يغلبه بالحجة، ده العربي الفصيح يعني. فقال لهم بصراحة ليس فيكم واحد حج أيوب. حج يعني هلما نتحاجج، يقول الرب. عارفين حجة بحجة يعني. ليس من حج أيوب ولا جواب منكم لكلامه. بصراحة اللي انتوا قلتوه ملوش علاقة باللي هو بيقوله. انتوا مركزين انه وحش، وعشان وحش بيحصل له ده كله، وكل لما يقول تقولوا كلام أوحش، وهو بيتكلم في حتة تانية. أنا بريء ومستني ربنا يرد عليا.
فلا تقولوا قد وجدنا حكمة، يعني بيقول لهم زي سامحوني ما تقولوش احنا كده عملنا اللي علينا، لا انتوا ما قلتوش كلام كإجابة حقيقية للي هو بيقوله. ودي بقى مشهورة في مجتمعاتنا، الحوارات المصرية برضو ساعات تبقى حوارات محدش بيسمع فيها، كل واحد بيتكلم في وادي، وساعات كله يتكلم في نفس الوقت، وده بيقول حاجة والتاني بيقول حاجة تاني خالص، ويطلعوا متخانقين. ما هو لازم يتخانقوا طبعا، لأنه لو سمعت كويس هتجاوب على المضمون اللي بيتقال، بس الواحد مش سامع فبيقول حاجة في حتة تاني. فلا تقولوا قد وجدنا حكمة، الله يغلبه للإنسان. هم لجأوا لإيه؟ اسكت أنت راجل عنيد وما منكش فايدة، هنسيبك لربنا بقى. هو ده موقف الثلاث أصدقاء، الله يغلبه للإنسان. وبعدين قال لهم بصوا أنا مش طرف في النزاع، لم يوجه إلي كلامه، يعني إيه؟ أنتوا كنتوا بتخبطوا في بعض 3-1، أنا أستمع، فهو مش زعلان مني فادوني فرصة أتكلم. هو لم يوجه إلي كلامه، يعني إيه؟ يعني أنا مش برد عليه كند، أنا مش داخل في سبق، ولا أرد عليه أنا بكلامك، ولا هقول نفس اللي أنتوا قلتوه، لأن هم لو تاخدوا بالكم عادوا نفس المنطق بأشكال مختلفة، بس تقريبا بيقولوا نفس الموضوع، اللي هي ملخص كلامهم كله أنت وحش تستاهل اللي جرالك، ده ملخص كلامهم. فقال أنا لا هقول زيكم نفس الكلام، ولا أنا ند وداخل سبق عشان أثبت أن أنا صح وأنت وهو غلط. تحيروا، لم يجيبوا بعد، هو عاوز يقول لهم إيه؟ انتم تحيرتم لان ما لقيتوش اجابه مقنعه، انتزع عنهم الكلام، يعني كلام خلص منكم لانه ما لقيتوش اجابه مناسبه. فانتظرت، فضلت مستني، يمكن حد يقول حكمه مظبوطه كده في مكانها ما اتقالتش، لانهم لم يتكلموا، لانهم وقفوا لم يجيبوا بعد، استنيت تقولوا حاجه لقيتكم ما بتقولوش. اجيب انا ايضا حصتي وابدي انا ايضا رايي، زي ما كل واحد خد نصيبه في الحوار ادوني انا نصيبي في الكلام. كل ده مقدمة، تخيلوا بيستأذن في الكلام ولسه مالش حاجة، لكن ده يورينا قد ايه أليه ده، حكيم مهذب، عامل اعتبار للسن الكبير، رغم انه مش مبسوط من اللي بيتقال لكن عنده حجة قوي. لاني مليان كلام، انا ملآن اقوال، يعني انا عمال اسمع وعاوز اقول وامسك نفسي وعاوز اقول وامسك نفسي، فانا لو فتحتوني هتلاقوا انه روح باطني تضايقني، يعني بيستأذن يقول لهم انا خلاص مش قادر احوش نفسي عن الكلام، اسمحوا لي بقى اتكلم، انا خلاص بقيت متضايق من كتر السكوت، اديني فرصتي. هو زبطني، وتشبيهات بقى سفر ايوب الادبية الجميلة، بطني كخمر لم تفتح كالزقاق الجديدة يكاد ينشق. كانوا زمان يحطوا الخمر في إرب، الإرب دي بتتعمل من جلود حيوانات، ودي استخدمها المسيح له المجد في مثل الايه الزقاق والخمر، والخمر الجيدة تزق تشق الزقاق القديمة، وأشار للصوم بالطعم الجديد في الحياة الجديدة. لكن ده كان نظامهم، فقال لهم أنا عامل زي الإربة اللي عمالة تزيد تزيد تزيد، هفرقع، فادوني فرصة أتكلم. اتكئوا افرجوا، يعني ايه؟ يعني سيبوني بقى اطلع اللي جواي، الخمره تدلق بقى، افتح شفتاي واجيب، لا احابين وجه رجل. خلي بالكم انا مراعي ان انا لا هجامل ايوب ولا هجاملكم من البدايه، دي كل دي مقدمه، اصحاح كامل مقدمه الكلام قاليه، يعني انا مش هحابي ايوب واقول انت كويس على طول، ولا هحابيك واقول انتوا معاكم عداكم العيب، ولا أملث إنسانا، يعني الملث اللي هو النفاق، يعني أنا لها نافق ولا حبي حد، لأني لا أعرف الملث، لأنه عن قليل يأخذني صانعي. يبقى عليه قال إيه؟ قال أنا حاطط ربنا قصادي ويومين وهمسي، فأنا لازم أقول كلمتين في وجه الله، يعني عاوز يقول كده، فأنا هستأذن واتكلم واحتملوني، ونديتكم كل الفرصة واحترمتكم قوي، بس جوايا بحر كلام عاوز يتقال. اقول تاني، الحكمة يا احبائي في الاستماع الجيد، لانه سمع الاربعة كويس قوي هيقول احسن كلام، وفي الصبر في الحوار، وفي احترام المتحاورين،
وفي ترتيب الأفكار في العرض وفي مدخل الحوار عشان تفتح ذهن اللي قصادك بدل ما يصد على طول يسمعك. كل دي حكم نقدر نتعلمها من أليهو. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين. إحنا نتقابل في درس الكتاب بعد أسبوعين، الثلاثة الجاي كل سنة وأنتم طيبين، واللي بعده العيد نتقابل بعد أسبوعين.